هشام عاشور يتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال، أكد على حبه واحترامه لنيلي كريم واستمرار صداقتهما. تحدث بصراحة عن تدخل أبنائها واتخاذ قرار الانفصال بسببهم. الفنان هشام عاشور أجرى لقاء تلفزيونيا مع الإعلامية نهال طايل، وذلك في أحدث ظهور له بعد إعلان انفصاله عن الفنانة نيلي كريم بشكل نهائي. تحدث هشام عن علاقته بنيلي بعد هذا القرار المفاجئ، وأكد استمرار علاقتهما كأصدقاء، وقال إنه ما زال يكن لها كل الحب والتقدير والاحترام. رد هشام على الأنباء التي ترددت حول انفصالهما بسبب أبناء نيلي، وأكد أن كل ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن علاقته بأبنائها جيدة جدا ووصفهم بأصدقائه. وعن أسباب الانفصال قال عاشور: قررنا ناخد طريقين مختلفين، لكنها حتفضل حبيبتي وصحبتي، وده كلام مفروغ منه، مش لازم كل اللي بيتطلق الحب ينتهي بينهم. أكد هشام عاشور أنه تعرف على نيلي واتخذا قرار الزواج في 3 شهور فقط دون تدخل أي شخص، وخلال الانفصال اتخذا نفس القرار بمفردهما دون أي تدخل. نيلي كريم بعد قرار الانفصال حاول تجاوز هذه التجربة بعدة طرق، لعل أبرزها حرصها على لقاء أصدقائها وحضور المناسبات الاجتماعية في الوسط الفني، التي كان من بينها حفل زفاف جميلة عوض خلال الأيام الماضية. بجانب ذلك قررت الانشغال بأعمالها الفنية المقبلة، وأعلنت بدء تحضيرها لمسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2025.